بسم نخلع الله حمام. الرحمن الرحيم. 7 فدادين ونص، عملنا 8 بس احنا عاملين 7. 8 في المساحة لكن في لا الورق احنا 7 ونص. الارض الاصل هو الاصل، أصل العقد 7 ونص، المساحة 8. حدود الأرض، الزرب اللي هناك ده اللي ورا عمود الكهرباء، عمود الكهرباء ده بالظبط في آخر الأرض، ماشي في آخر 5 متر في آخر الأرض. الأرض فيها شبكة جاهزة، فيها برين 2. البرين ما اشتغلوش لسه، يعني هو البرين اندقهم والشبكة اتعملت ولكن الآبار ما اشتغلتش. ده بير، حدود الأرض الزرب ده، المساحة 7 ونص، المطلوب في الفدان 200 ألف، أرض تمليك، عقد هيئة، أرض شهر عقاري، الشبكة طبعا كاملة في الأرض. الأوضة دي مبنية في الأرض وحدودها السور ده، حدود 7 فدادين ونص، السور اللي هو كان واضح دلوقتي. ده البير التاني، اللي موجود في الأرض، برضه لسه ما اشتغلتش. الأرض تبعد عن الأسفلت 400 متر، تبعد عن الطريق الصحراوي 7 كيلو، تبعد عن مدينة وادي النطرون 3 كيلو. البيت ده فيها، البيت ده كده في الأرض استراحة يعني صغيرة كده. ده المدخل بتاع المزرعة، أوضة وحمام ومطبخ وسلم خلفي. الأرض على طريق من مكاني كده للأسفلت 400 متر. ده المدخل بتاع المزرعة.